أضيف في عطري سحرا سيحرر أوتارك. لجعلت العالم أزهارا من حب تروي قيثارك. لو يمسح وجهي منديلا قد يحمل حتى آثارك. لحسدت عطوري إن لمست ما صافح يوما إظفارك. يسعد اوقاتكم، ان شاء الله تكونوا بخير كمان مره تانية بفيديو جديد عن العطورات الصيفيه للناس اللي بلشت، مثل ما قلت لكم للناس اللي بلش عند الصيف او اللي راح يبلش. يعني هلا صرنا ندور على العطورات شوي تكون خفيفه ولطيفه بحيث انه ما تزعج الاخرين. من العطورات الجميله جدا اللي انا بستعملها بالصيف لاكوسترد، من العطورات اللطيفه والمنعشة، وهو عطر أخضر أروماتيك خشبي أرضي وفواكهي. النوتات تبعيته بالافتتاحية يفتتح بالتفاح الأخضر، وبالوسط في عنا الشجر الصنوبر، وكمان رح أفتح الأنينة، وكمان في عنا بالقاعدة أو بالبيس نوت الباتشولي ونجيل الهند. العطر تم إصداره بال2004، جميل، أداؤه يعني جيد وثباته كمان جيد. حتى أنا مثل ما قلت لكم أغلب عطورات اللاكوست بخلطها مع أنواع تانية، أو برش بجهة اللاكوست وبجهة أخرى عطر شوي يكون أتقل منه، لأنه هذا اللاكوست ريد شوي حد بس حلو كتير وأداؤه يعني مميز وجميل. سعر الأنينة ال 125 ميلي تقريبا بحدود ال 65 دولار. عطر كتير حلو، وروحوا له جربوا كمان كل العطورات اللي بنصحكم فيها، بليز جربوها قبل ما تشتروها، بحيث انه يعني مثل ما بنقول دايما العطورات بتختلف من شخص لآخر وبتناسب الشخص ما بتناسب الشخص الآخر. عطر حلو وجميل، ويعني بالنسبة لإلي من تجربتي أداؤه جيد. روحوا لقلوا إن شاء الله تلبسوه بالهنا، وبتلبسوا كل عطراتكم بالهنا. محبتي لقلكم، بأمان الله. لو أني أعرف في عطري سحرا سيحرر أوتارك، لجعلت العالم أزهارا من حب تروي قيثارك. لو يمسح وجهي منديلا قد يحمل حتى آثارك. لحسدت عطوري إن لمست ما صافح يوما إظفارك.